وقفت، وقفت قدام كل الناس، والناس شافوها كلها تعبانة، وشافوها إنها مش قادرة تقف على رجليها لأنها لفت كتير على كل الدكاترة. ولما لفت على كل الدكاترة علشان تلاقي علاج، لكن في النهاية ما لقتش أي نوع من العلاج. فهي قالت يعني هفضل كده على طول تعبانة؟ أنا ما ينفعش أفضل كده على طول، لازم أخف. لازم أخف. طب أعمل إيه؟ سمعت إن يسوع بيلف المدن ويقول يشفي كل المنكسرين والمرضى، وقالت زي ما هو بيشفي كل الناس أكيد هيشفيني، بس أنا هفوت عليه إزاي في وسط الجمع ده كله؟ وهي كمان بتنزف، وبالنسبة للي حواليها دي الست اللي تعتبر نجسة، مش هتقدر تدخل في وسط الجمع ده كله. فقالت أنا مهمة أوي أدخل في وسط الناس دي كلها، مش هقول لك أي كلمة ولا هكلمه أي حاجة، بس أنا عندي إيمان من جوه إني لو مسست غضب توب، بس ده كل أملي إن أنا أمس غضب توب ساعتها خير. وده كان كلامه، وابتدت تتحرك فعلا. ويمكن تكون كانت معروفة عند ناس كتير، ممكن تكون اتخفت علشان محدش يبقاها ولا تطلعي بره، لكن قدرت توصل لغاية عنده. وقفت ولمست قلب توبة. الكتاب يقول كلمة رائعة جدا، فكف ينبوع دمها في الحال. وقف. فيسوع قال من لمسني؟ من لمسني؟ ده سؤال ما يتسألش، لأن كل الناس بتزقك من هنا وبتزقك من هنا، وده بيلمسك من هنا وده بيلمسك من هنا، لأنك أنت شخص عالي. قال من لمسني؟ لأن في قوة خرجت مني. راحت واقفة قدامه، قالت له أنا هقول لك الحقيقة، أنا لفت على كل الدكاترة عشان أخف، لكن محدش لقى دواء المرضي، محدش لقى دواء المرضي، فقلت لنفسي ماليش غيرك، أنت وحدك، أنت وحدك اللي تشفي، وأنت اللي وحدك تخليني أقدر أقف على رجلي وأتحرك وأمشي. علشان كده قلت من داخلي لو مسست بس قلب توبة. كتير ناس ما عندهمش نفس الإيمان بتاع الست دي، لو مسست قلب طيب شعرة هخف. في ناس عندهم إيمان، علشان كده اللي عنده الإيمان القوي ده في لحظتها يتمم الله له الايه؟ الشفاء. لكن هل مسهود بتبو يمكن يشفيني؟ يمكن دي دخلت في قصه ثانيه، دخلت في قصه عدم ايمان وعدم تصديق ان هو يقدر. خلي كلمتك لو مسست هود بتبو، انا ما عنديش اي حد تاني الجا له، ألجأ ليك أنت وحدك، أنا ماليش غيرك أنت يا رب.